بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سأقدم لكم اليوم لمحة تعريفية عن برنامج سمسار لإدارة مكاتب العقارات وشركات الواسطة العقارية. بداية، بعد تثبيت البرنامج يمكنك الدخول إليه عبر سطح المكتب من خلال الأيقونة الخاصة به. هذه واجهة البرنامج الرئيسية، تحتوي على قائمتين مهمتين، قائمة ذات والقائمة المختصرة. لكن قبل الدخول إلى البرنامج، البرنامج يطلب منا اسم مستخدم وكلمة مرور، سنقوم بإدخالهم للتعرف على واجهة البرنامج الرئيسي. بداية، سنقوم بالتعرف على القائمة المختصرة. سنقوم بداية بإضافة عقار من خلال نافذة إضافة العقارات. الشاشة تتكون من عدة خانات كما نرى. الجزء الثاني وهو إجراء عمليات البيع والشراء كما نرى من هنا. نستطيع الدخول في هذه الشاشة المختصرة وإجراء عمليات البيع والشراء والتأجير بغض النظر عن نوع العملية التي نقوم بها. يكفي أن نقر على زر إنتر. الآن الشاشة الرئيسية والمهمة التي يعتمد عليها البرنامج، وهي شاشة العقارات الرئيسية. لما هذه الشاشة شاشة مهمة؟ لأنني أستطيع البحث فيها. هناك خياران: عرض جميع العقارات أو فرز بواسطة، وهناك عدة